يعني هو إطلاق التسمية اختزال للقصة، هي لا تختزل بتسمية، لكن من باب الاختزال فيك تقول الثورة المجهضة أو هيك شيء، يعني هي الأقرب، يعني هي حراك شعبي انتقل لمستوى انتفاضة، كان ممكن يأخذ شكل الثورة يعني وبيستحق كلمة ثورة، لكن أشهد مسبقا، يعني أشهد مش فقط بالعمل الذاتي، يعني تزوج العامل الذاتي مع العامل الإقليمي مع العامل الدولي حولوها لكارثة، يعني فانتقلنا من موقع الثورة إلى موقع الكارثة، هذا ما حصل، هذا تسمية، يعني إذا من حقي يسمي، يعني مع إصراري على أنه تسميات أحيانا بتكون مشحفة أو بتكون يعني مش دقيقة. لا، أنا لم أقل كارثة، قلت ثورة تحولت إلى كارثة، مش بفعل هي حقيقة، كان لابد منها. سوريا لن تحتمل، كان صعب عليها احتمال 40 سنة من زواج الطغيان مع التعسف مع مصادرة الإيرادات مع نهب المصادر الوطنية بكل مع إلغاء الناس. سوريا ألغيت لمدة 50 سنة، ما كان ممكن تأجيلها. اللي حدث بسوريا كان يجب أن يحدث، لكن كيف حدث؟ هون السؤال كيف حدث؟ اللي صار بسوريا كان، يعني إذا من حقنا نرجع كم خطوة للخلف، كان لابد منها، كان لابد من أنه هاي الناس تقول لهذا النظام بكفي، وبكفي نهب، بكفي فساد، بكفي اقتصاد زعران، بكفي سطوتك على الناس والغاء الحياة السياسية والغاء مشروع الدولة الوطنية لحساب العائلة، كان لابد منه. بس اللي حدث انه لو رجعنا شوي قليلا لورا، انا ما بؤمن بالمؤامرة مطلقا، بس بؤمن بالمؤامرة بمعنى نظرية مؤامرة، لكن بؤمن بشيء اخر، انه المؤامرة فعل تاريخي مثل اي فعل اخر، يعني فعل محرك للتاريخ بأجل او بعجل بحركة التاريخ. اما هل تصنع المؤامرة التاريخ؟ بالتأكيد لا. يلي صار بسوريا هو انه المؤامرة سطت على حقائق الناس، سطت على ارادات الناس، وهذا الكلام مش من 2011، لا، هذا الكلام من 2005. يعني بال 2005 لما اجت قوى سياسية سورية وراهنت على الغرب، راهنت على الفرنسيين والامريكان عبر جبهة الخلاص والغادرة واشتقاقات عبد الحليم خدام والمجموعات هاي، من اعلان دمشق كان في عندنا طريقين، في طريق الشعبي اللي هو طريق الشباب اللي هي الحركة الشبابية السورية، وهذه حركة ابتدأت مطلبية، لكنها مطلبية كان ممكن تنتج نخب شبابية مهمة تقود سوريا إلى خلاص حقيقي. وازا هذا الكلام النخب التقليدية اللي هي النخب الإسلامية زائد اليسار الليبرالي زائد الناس اللي ارتمت بحضن الإسلاميين وفاتت بلعبة التدويل وفاتت بلعبة الإقليم وفاتت بالمال السياسي وبالفساد السياسي، وانتزعت الإعلام، انتزعت المال من إيد الشباب، يعني احتكرت المال واحتكرت الإعلام، وهدول الأساسيين كانوا بالنسبة لها وبالنسبة لحركتها. ألغوا حركة الشباب بسوريا، ألغوها تماما. والآن تعني نتساءل، أنا واحد من الناس اللي على الأقل كنت مطلع على تظاهرات الشباب بسوريا، شباب يعني شباب العشرينات، هدول الناس اللي هني عمليا عندهم أسئلة الحياة. تسأل الآن وين هدول الشباب؟ ما هي النخب اللي أنتجت ما بعد ثورة الشباب بسوريا؟ المرحلة الأولى كانت ثورة الشباب بالتأكيد، وليس لها أي اسم آخر. إجا فيما بعد هذه النخب لتنتزع ثورة الشباب لحساب السفارات ولحساب لعبة الإقليم والتدويل. والآن نشوف من الائتلاف للمجلس الوطني حتى الفصائل العسكرية شو عملت؟ ما الذي أبقته لحركة الشباب بسوريا؟ صار في عندك هون نوع من التحالف ما بين متشابهين، سلطة مستبدة وطاغية وفاسدة مع معارضة مستبدة وطاغية وفاسدة، سلطة تتكى على الأجنبي لتدويل اللعبة السورية ودولتها عبر تحالفها مع إيران وتحالفها مع الروس والامتدادات الدينية أو يعني الاستعانة بالطوائف وبلعبة الطوائف، وبنفس الوقت المعارضة عملت نفس القصة بنفس الخطوات. ما الذي لوين وصلنا هذا الكلام؟ هلا ماذا يريدون من سوريا هو سؤال، يعني ماذا يريدون، مين هن اللي يريدون؟ لأنه كل طرف من هاي الأطراف يريد، ولكل طرف مصالحه، وقد تتباين أو تتناقض أو تتصارع مع الطرف الآخر. لذلك لما حمد أمير قطر قال هوشة على طريدة أو على صيدة، كان دقيق جدا الرجل، واضح كان هي فعلا هوشة على صيدة. أنت عندك سوريا إحدى يعني مصائب سوريا
واحدى حسناتها يعني احدى روعه يعني احدى اسباب روعه هاي البلد اللي اسمها سوريا، واحد اسباب مصائب سوريا هي هاي جغرافيا. سوريا هي في مفتاح شرق المتوسط بكل ما تعنيه كلمه مفتاح. ثم سوريا جارت اسرائيل، كمان هذه كارثه كبرى. يعني اسرائيل ليست بعيده عما يحدث في سوريا، ولن تكون بعيده، ولا يمكن ان تكون بعيده، هي جاره وهي منطقة صراع. سوريا هي منطقة عبور، هي جسر وهي حائط، هي جسر إسرائيل نحو كل شرق المتوسط حتى الربع الخالي، وهي حائط أمام إسرائيل بلحظة ما. الأتراك تاريخيا ما تنازلوا ولا للحظة عن فكرة الخلافة ولا للحظة، حتى الدولة الألمانية التركية بالعمق وبالثقافة التركية الأساسية كان ينظروا لهذه المنطقة باعتبارها محميات أو باعتبارها مستوطنات مسروقة من بين إيديهم. أجا أردوغان شو بده من المنطقة كلها على بعضها؟ يعني أجا أردوغان يفكر بمنطق السلطان، يعني بمنطق هذا الرجل اللي بده حاشيته، بده مجتمع الحرملك، بده سوريا جزء من بنية من مبنى من عمارة الحرملك تبعه. الإسلاميين ما كان عندهم مشكلة بأن ينباعوا للأتراك، جابوا فتحوا الخط التركي على سوريا للنصرة ولداعش، وفي توثيق كتير موضوع داعش، وما حد يبرر الأتراك من داعش مطلقا لأنه لعبوا مع داعش، استثمروا داعش استثمار خرافي. مضاف لحزب شو اسمه تركمانستان، وفاتوا على سوريا وعندهم مشكلة مزدوجة بسوريا. المشكلة الأولى أن سوريا يجب أن تكون هي امتداد للسلطنة، والمشكلة الثانية هي المشكلة الكردية اللي نقلوها من شمال شرق الأناضول إلى سوريا. حتى اللحظة الراهنة بالنسبة للأتراك عندهم عقدة الكردي، مطلق كردي بكل تلبينات الكردي من البرزاني لأوجلان، هي عقدتهم. الصفير الكردي هو عقدة بالنسبة لهم، أنك تصفر باللغة الكردية هي عقدة، أنك تغني باللغة الكردية هي عقدة. هلا النظام له حصة كبيرة بالمسؤولية، لأن النظام ما كان ممكن يحمي نفسه إذا لم يكن يعني نظام محظوظ مرتين. هذا النظام محظوظ، إذا نؤمن بكلمة الحب فهو محظوظ، محظوظ أولا بحلفائه، ومحظوظ ثانيا بسفارة وتفاهة معارضته. حلفائه بالنهاية يعني لن يتخلوا عنه، لأنه هو مربوط فيهم مصيريا، والنظام كان يقول له جسم واضح. فهي الدول اللي تحالفت مع النظام تتحالف مع جسم صريح وواضح ومبين، هذا هو. ولذلك كانت سهلة العملية بالنسبة لهم، كانت سهلة. والنظام ببيع، يعني سهل اللي يبيع البلد، يبيع على أي حدا مقابل بقائه. النظام من أول يوم بيبقى، أن يبقى هو سقف أهدافه، هو تحالف شاق على كل أطرافه. يعني التحالف التركي الإيراني الروسي هو تحالف شاق، هو شاق بكل معنى الكلمة، هو معضلة التحالف، لأنه تحالف بين متناقضين تماما، لكل واحد له مصالحه والعقائد المختلفة وله مصالحه المختلفة، لكن بالنهاية في توافق على مسألة واحدة فقط، في يعني على متوافقين على كل أنه كل واحد يأخذ حصته من سوريا. الأتراك بدهم المسألة الكردية بالنسبة لهم مسألة مهمة، الإيرانيين بدهم معبر سوريا، معبر باتجاه حزب الله وباتجاه التشكيلات العقائدية، يعني باتجاه العقيدة الشيعية بسوريا، يعني لأنه بالنسبة لهم هذا موضوع أساسي. والروس بدهم حميمين وبدهم المتوسط، فمتسامحين جماعة مع بعض، يعني متفاهمين على الصيغة، خذ حصتك وأعطيني حصتك. ولذلك حجم التناقض، لكن هذا التناقض سينفجر مستقبلا، لا يمكن أن يبقى. والآن بدأت ملامحه تتضح، اليوم بدأت تتضح على الأرض السورية ميدانيا، بدأت تتضح. يعني الآن في كتير تسريبات بتحكي عن تشابك روسي إيراني على الأرض السورية، تشابك صريح، يعني بمعنى أنه في حدا بده يلغي الثاني. هذا جانب. الجانب الثاني في موضوع إسرائيل، بالنسبة للإيرانيين لن يتنازلوا عن حرب مع إسرائيل، مش لأنه بدهم القدس، لأنه مبررهم الوحيد بهذا العالم. هلا هذا الصراع ما رح ينتهي بيوم يومين، لأنه راكم من الأسباب أن يمتد طويلا طويلا طويلا، برسم خرائط جديدة. يعني أولا في احتمال لخرائط جديدة، اثنين في عندك مشاريع مرعبة بالمنطقة، هي مشروع إعادة بكرة الصراع على إعادة الإعمار، من الشركات اللي راح تفوت على البلد، شو الشكل اللي راح تاخذه سوريا. كنا باقتصاد الدولة المالكة اللي الناس بتشتغل عندها، دولة اللي اسمها رب العمل مع حفظ الأسد، انتقلنا مع بشار الأسد إلى دولة السماسرة والوكلاء، الآن نحن بدولة اقتصاد الشبيحة والزهران، بكرة باقتصاد التوكيلات واقتصاد البلد اللي هي بتتحول لهيك
مطعم والسوري فيها بيقود حمار وبيخدم سائح، والصراع ممتد انه ما رح ينحل. رأى في طوفان مرتب نفسه بالنهاية، اي طوفان رح يرتد. شو بالطبيعة، انا بدي احكي بالطبيعة مش للسياسة، اي طوفان بالنهاية بيرجع بيرتب نفسه، فسوريا سترتب نفسها. بس ما هي الاثمان امتى؟ هاي قصة طويلة، والاثمان عالية جدا، والاثمان لسه ما دفعت. انا برأيي الاثمان الحقيقية ستدفع مع مرحلة اعادة الاعمار، ستتحول الصراع إلى صراع فعلا، صراع على الرغيف بكل ما تعنيه كلمة الصراع على الرغيف. الحل بمؤتمر وطني، الحل مؤتمر وطني واسع، ليس كراسي. المؤتمر مش ترابيزة كرسي، المؤتمر هو حوار، حوار مشروعات قائمة على العقل السياسي، قائمة على العقل الساخن والقلب البارد، بدون انفعالات وبدون رفع السقف. يقدروا يوصلوا لصيغة إلى أين ستكون سوريا، ويشكلوا بشكل أو بآخر حامل اجتماعي الناس تقبله. الناس بدها منك شغلتين، أما أن تجيبها عن سؤال هي عاجزة عن الإجابة عنه، وأما أن تولد لها سؤال هي بالأساس مولدته. فأنت شغلتك تجاوب على أسئلة الناس، هذه القوة شغلتها تجاوب على أسئلة الناس وبدون كذب. ومشكلة هذه، مشكلة ما حدث بسوريا أن في كان كذب، كم كبير من الكذب خصوصا من المعارضة. شوف النظام كل أمره كذاب، وشغلته الكذب، مهنته الكذب، لا ألومه على كذبه لأنه مهنته الكذب. أما أن تكذب المعارضة على الناس كل هذا الدفق الهائل من الكذب، هذا شيء مرعب تماما. سوريا عليها أن تشكل جسم وطني سوري، هذا الجسم ما يكذب نهائيا الواقعية أيا كان حجمها، مهما كانت صادمة، مهما كان. شوف أي حقيقة صادمة أشرف من أي كذبة ممتعة. تعالوا ما نستمتع بالكذب، نستمتع بقسوة الحقائق أيا كانت الحقائق. فلا بد من جسم وطني سوري يقدر على الأقل يفكر مع السوريين، يفكر مع السوريين، ريثما يستعيد المجتمع هويته وينتج نخبه اللي هي بتمثله واللي هي بتحمله وبتمثل رافعه عائله.